السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم صافي ان بتي مومون كو ما طلعتش لايف، معليش سمح ليا. اليوم بغيت نهضر مع وليداتنا، نقول لهم باركم سعود بعد على النجاح. وليداتنا اللي عدوا امتحانات ديال الباك، باركم سعود على النجاح. بغيتكم تفرحوا بالنجاح ديالكم، تفرحوا 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 بزاف. كنهضر على هذا الموضوع لان صامتوش بزاف، كسوا لي زامي ديالي، كسوا بون لا فامي، كلشي اوني توس انفاكتور. عطيتونا اللور عرفتي، بحال النهار الاولاني اللي عاد شديتي الباك. ف جو سي با بالنسبه لكم واش الله شديتو الباك ولا ردوكم وليداتنا لي سوفونير دونفونس. اللي جاب معدل اللي كان كيتوقعوا مباركم سعود عليه، اللي جاب معدل اخر سواء نقطه اعلى او سواء نقطه اقل، حتى هو مبروك عليه. بغيت نقول لكم اوليداتي، هذه الخطوه الاولى في الكبر كيف ما تنقولوا، الخطوه الاولى في حياتكم. كسوا انت باين واضح عندك شنو باغي دير، كسوا باقي تالف باقي كتقلب شنو باغي دير. بغيت نقول لكم اوليداتي مباركم سعود عليكم. اول حاجه، كاين ناس مثلا اللي جابوا لي نوت اللي هما متوقعينهم ايتو وعارف راسو شنو باغي داير، وكاين اللي جاب لي نوت اللي بغى البون اللي باغيها ولكن باقي ما عارفش. خذ وقتك وفكر، حيت هاد لا ديسيزيون ديال دابا سي لا ديسيزيون كيف ما تنقولوا كروسيال، سي اون ديسيزيون كي امبورطون، ديسيزيون امبورطون باش تتربح الوقت في حياتك، ماشي قرار نهائي. انا هذا بغيت نوصل لكم، ما تستريسيوش ما تزيروش راسكم. بغيت نقول عاوتاني لوليداتنا اللي ما جابوش المعدل اللي هما متوقعينه، عاوتاني نفس الفكره، ان هذا البدايه ديال حياتكم. اليوم كتقرر، كتشوف راسك شنو بغيتي تكون، شنو بغي تقدر تكون، شنو تقدر تكون بشي حاجه اللي هي اكسلون، يعني شنو هو المجال اللي تقدر تكون اكسلون فيه ورائع وتولي شي حاجه واعره كيف ما تنقولوا، لان هذا هو الهدف ديالك. بغيت توصل لشي حاجه تشوف راسك وتقول واو انا وصلت، انا في هذيك المرتبه اللي انا بغيتها، تكون انت ساتيسفي دو توا ميم. الوغ كلكو سوا لا نوت اللي انت خديتي، اهم حاجه اللي هو انت تكون مرتاح مع راسك ودير ورقه وستيلو عفاكم. يمكن احنا اون ستريس شويه، وليداتنا اللي ما جابوش المعدل اللي حنا متوقعينه، يمكن حنا اللي كنستريسيو ماشي هما. حنا كنستريسيو بزاف حيت كنبقاو نبروجيتي راسنا شنو غادي يدير شنو غيدخل انسي دو سويت. بغيت نقول لكم لي بارون اي نو زونفون اي سون بلو دي زونفون، راهما كبار. بغيت كل واحد وليداتنا الله يرضي عليكم تاخذ ورقه وستيلو وغتكتب، تكتب بزاف د الحوايج. شنو هي بزاف د الحوايج؟ بزاف د الحوايج تقدر انت شايف راسك تولي فيه اكسلون. شنو هما داك الحوايج اللي غتولي فيهم اكسلون؟ كتكتبهم وعاد من بعد كتخطي الخطوه نحو الاكسلونس. الله يوفقكم وان شاء الله دائما رائعين ودائما اكسلون. بغيت نقول لكم اللي باقي تالف، انا مرحبا، انا كاينه. صيفطوا ليا دي ايميل، غنكتب لكم الايميل ديالي. نتوما وليداتنا، احنا اي سا مي توش فريمون، انا ما كرهتش ما عرفتش شنو غندير لكم. احنا كاينين بجنبكم تنعاونوكم باللي قدينا عليه، والباقي ليكم نتوما. سي لا فولونتي ديالكم، نتوما اللي تقدروا ديروا كلشي، نتوما اللي كتصنعوا المستقبل ديالكم. على حساب داكشي اللي نتوما بغيتوه وعلى حساب داكشي اللي نتوما متميزين فيه. شوف نتا شنو متميز وتوكل على الله والله يوفقكم. مباركم سعود.